نصب الرئيس الوطني لغرفة التجارة والصناعة أمير الدودو أرتين نصب القنصل التجاري ونائبه لإقليم البطحاء في مناسبة ترأسها حاكم الإقليم جان برنار باداري بحضور أعضاء غرفة التجارة بمدينة آتيا. محمود حسن سمر. تجار آتيا كتجار إقليمي وادي فيرا ووداي هم أيضا خرجوا لاستقبال وفد الغرفة التجارية الذي وصل المدينة بقيادة رئيسها أمير الدودو أرتين ونائبه حسن أحمد آدم بهدف تنصيب القنصل التجاري ونائبه لإقليم البطحاء. خلال هذا الحفل الذي أقيم تحت رئاسة حاكم الإقليم جان برنار باداري حيث نصب فيه فعلا القنصل التجاري صالح جوجا ونائبه اللامين محمد. وبما أن للقنصلية التجارية دور فاعل في تنظيم التجار والتجارة فقد دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية أمير الدودو أرتين القنصل التجاري ونائبه لإقليم البطحاء بأن يعمل مع مختلف التجار كفريق واحد بغية الانتقال من الوطء التجاري التقليدي الحالي إلى اقتصاد حديث وفاعل. ولتحقيق ذلك فقد طالب السلطات الإدارية بأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تقف أمام التجار. جان برنار باداري حاكم الإقليم الذي تحدث أمام المحتفلين طالب التجار إقليمه على ترك الخلافات التي من شأنها قد تضر بتطوير التجارة في الإقليم، كما أكد لهم بأن السلطات الإدارية ستعمل مع التجار بهدف الانتقال من تجارة تقليدية إلى تجارة حديثة في الإقليم. سمحت المناسبة كذلك للقنصل التجاري المنتخب لإقليم البطحاء بأن يتحدث أمام المحتفلين. أطلب من إخواني من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في عملنا، وأطلب من التجار أن يساعدوني في المهمية. إذن يبقى على الفريق المنتخب للقنصلية التجارية لإقليم البطحاء إنجاح المهمة التي انتخبها لأجلها.